ceux qui ne se connaissent pas, Mofida Abdel, je suis de Mass. On a eu des formations avec Mofida, des formations avec moi. الدورة التدريبية هذه تجي في مرحلة ثانية يعني دوزيام ايتاب سكند ديجري من الدورة التدريبية بديناها مدة التالي في سوسة حول تورك شو عملنا الفورماسيون الأولانية في إذاعة الكاف على جورناليزم دانفستيغاسيون كانت الأولى في الحمامات تم تاع حقوق الإنسان الفورماسيون الأولى كانت في الماستير هذه الدورة الثانية نتاع التدريب تي او تي تدريب المتدربين ولا تدريب المدربين إذا كان نجم نقولوا فورماسيون ثلاثة أيام مع لو دو فورماتور اللي هو بنوا ومدام مفيدة مي سي فريمون دي جون بيان كالي اون journalisme qui nous ont donné des astuces clés pour nous faciliter la vie ou nous faciliter la tâche journalistique. حاولنا فيها نفهموا l'organisation ولا البروسيدور كامله نتاع الخدمه وتعلمنا كيفاش يتصير معناها les étapes الكل من الاول conférence de rédaction بعدها باش نقسموا les tâches شنو هو les tâches الموجودين في les médias شو معناها ريداكسيون شفنا فيها تقسيم الادوار في الاذاعه كيفاش تقسم الادوار من ريداكتور اون شيف لي جورناليست لي شيف سيرفيس ديريكتور ريداكتور اون شيف ادجوان تم اختيارنا ضمن مجموعه ثانيه كنت سعيده جدا انهم كلموني خاطر حسيت معنا الجروب اللي تم اختياره في المرحله الثانيه كان تقريبا الجروب المتميز في لي فورماسيون اللي صاروا الكل في لي راديو الكل جو العام حلو فما عباد نعرفهم ديجا من قبل عاود تلقيتهم هوني فما عباد اول مره نعرفهم ضحكنا فتلكنا تعبنا عرعرنا على بعضنا رجعنا كلمنا بعضنا عادي معناها في كيما في توت هي في ريداكسيون معناها كوميتي دو ريداكسيون معناها تلقى لي تونسيون تلقى جو تلقى الضحك تلقى الفليك نشوف لهم العباد موتيفي عباد يسون اكتيف استنفعت برشا من الخدمه معاهم Disons formidable. Je n'exagère pas, mais quand je dis formidable, c'est formidable. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. Et quand on a fait le travail, on ne sait pas ce qu'on a fait. Je pense que c'est une question de nous. Nous sommes des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des internationales, des sports. معناتها بالحق حسيته ايكيب متكامل حسيته ينجح برشا راديو كان راديو واحد في ايكيب هذه معناتها وبيان ميديا معناتها بلوتو اي ميديا كنت نتمنى انه الجروب اللي موجود في الفورماسيون هذا يكون عندي جروب كيف هو بالضبط في المؤسسه نتاعي باش نجموا نخدموا بالطريقه هذيك عندنا قوله باهيه في تونس يموت المعلم وهو يتعلم فمش انسان كامل جامي دلافي كان تكون تعرف كل شيء أكيد هو لازمنا نتبعوا الموديل هذوما خاطر الإعلام نتاعنا توا حالته متعبة كيف ما قال مرحوم أخو طرفة في الفورماسيون سيكوريتي طلعت لنا في الليل والكاس نتاع الميري حطها بنوار في الباب وقت جينا روتار نستنى شكون باش يطيح عليك سلمي شو اللي باش يعمل لنا مي بون هوروزمون ما صارتش يعني Je me suis dit au fond de moi-même, espérons que ce ne sera pas une fille, ce ne sera pas Arabia, parce que c'est la rédactrice en chef. والله ما نتذكرش ما برش حاجات صاروا هكا عندنا حاتم ديجا هو في حد ذاته هو طرفة في حد بيته أنا لا عملنا جو حلو معنا سامبا مع بعضنا بحكي وتفدليك بتاع خيان وخدمة وتقطيع زاد والله ما استنى ترى لا يا أقوى طرفة صارت في الفورماسيون هو كل النوم تاع حامد
لا هذيك جات سويت تعب معناها نهار كامل شبيك واحد يجري من بلاصه لبلاصه بين زوج صالات وواحد تعب. اه وي افكتيفون ما خلوناش فطور. وانا حاسين وانا مهبول نتاع ماكله فهمتني. دخلت نلقى حتى نلقى كان سلايت. روحنا فريمون كاو ما فيناش حتى قدره باش نتحركوا صوف حامد وحاتم اللي كانوا في فرد شامبر ورقدوا. الوغ مشيت باش نقاومهم دقيت الباب فخرج لي حاتم في وضعيه رهيبه معناها شعره واقف وقال لي تكستو ونعاود كيما قال لي واش بيكم واش بيكم رقدنا واش بيكم. دونك الرياكسيون تاعو هو خلتني انا نضحك على طول صوتي لدرجه انهم طلعوا لنا سيكوريتي واش بيكم واش بيكم.